بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء متجدد معاكم في برنامجنا أيامنا الحلوة. النهاردة الحلقة هتبقى عن السياحة، الفقرة الأولى هتبقى عن السياحة، وبفكركم أن البرنامج بتاعنا عبارة عن فقرتين: بلدنا حلوة والأماكن اللي فيها حلوة وربنا سبحانه وتعالى حباها بمميزات كتير، حباها بموقع حلو وجو حلو بغض النظر عن اليومين البرد اللي احنا فيهم دول، لكن للأسف ناس كتير ما تعرفش أماكن كتيرة عن بلدنا بسبب الناس مشغولة، بسبب التكلفة العالية بتاعت الرحلات. معانا النهاردة شابين قرروا ان هم يقتحموا الموضوع دون ويحاولوا يعملوا فكرة جديدة. خلينا نرحب بيهم الأول في الاستوديو ونعرف منهم هم عملوا ايه. أهلا وسهلا مجدي، عرف نفسك. مجدي حنا، 24 سنة، طالب هندسة عمارة MSA، ويعتبر يعني تريب بلانر وبارتي بلانر. اهلا وسهلا يا محمد، عرف نفسك يا محمد. انا محمد علاء وشهرتي كونن، 23 سنة، جامعة القاهرة، برنامج جورجيا، جامعة في امريكا. انا برضو اللي هو زي مجدي، احنا شركاء مع بعض اللي هو تريب بلانرز، بس هو دي الفكرة ان احنا بنحاول نعمل حاجة جديدة لبلدنا، نفيدها، عايزين نخلي مفهوم السياحة مفهوم مختلف، مش زي ناس طبيعية اللي هي بتقعد تتكلم تقول السياحة هي بنروح مزارات معينة، أماكن معينة وتبقى حاجة هي نفس الموضوع المتكرر، مفيش أي جديد. جديد. طيب بدأتوا الموضوع ازاي يا مجدي؟ اشرح لي. هو أنا ابتديت الموضوع ده لما دخلت الجامعة، كان نفسي اسافر. انا كنت لسه طالع من ثانوي عامه ومجهد وعايز اشوف مصر، عايز اسافر بره. اول مره سافرت بره كنت بفالنتير مع حاجه اسمها ايزك. بعد كده لقيت الناس بتيجي زي يعني كده. انت سافرت مصر. الاول لما سافرت بره مصر سافرت على حسابك انت؟ كان تبع جروب مثلا او اي حاجه ولا ده انت اتحاد طلبي تبع الجامعه، اي جامعات مصر كلها، ده حاجه عالميه. بس ومجدي هيعيش على حضرتك الموضوع. هي زي ستودنت اكتيفيتي في كل جامعات مصر، معظم جامعات العالم. ابتديت ان انا بعد ما سافرت معاهم وهم بيجيبوا ناس من بره، ابتديت اقول طب انا ممكن افولنتير معاهم. لما ابتديت افولنتير معاهم كنت انا المسؤول عن الناس لما بتيجي مصر، ان انا اسفرهم في كل حته. طيب هو ده انت بداته كحاجه تنظيميه ولا كحاجه بين يعني بينك وبينهم يعني هل خد شكل تنظيمي مثلا؟ لا، ده كان كله فولنتيرنج. انا كنت اوريدي ما اعرفش اي حاجه عن السفر، بس هو بيحطني في بوينت ان انا انت عندك 50 واحد اجنبي محتاج تسفرهم الاسبوع الجاي. بس هو اتحاد حضرتك ده اتحاد طلبه في الجامعات اللي هو بيجيب الناس من بره مصر، يدي لهم زي خبرات. خبرات زي ايه؟ اللي هو مثلا انت بتحب التصوير، انت بتحب كذا، فبننزلهم زي انترنشيب. دي اللي هي بننزلهم تدريبات. اوكي. تدريبات اللي هو مثلا انا الاجانب الاجانب دول بيجوا من امريكا، من برازيل، لاتين امريكا، في ناس بتيجي من اوكرانيا، كل بلاد العالم. طيب هو بيبقى الهدف زياره اماكن سياحيه ولا اكتيفيتيز مختلفه؟ اكتيفيتيز مختلفه. اللي هو انا مثلا بسافر، اللي هو بسافر مثلا لو سافرت اوكرانيا، سافرت البرازيل، على حسب هوايتي ايه. مثلا انا عايز اتعلم مهنه التصوير، عايز اتعلم مثلا مهنه التعليم، ان انا ازاي ادرس لغه. ممكن ادرس لغه عربيه، لغه انجليزيه لايك انجلش او كده. فهم بيدوني حته اللي هو انا بنزلك تدريب ببلاش، بس انت بيبقى عليك فكره اللي هو انا عليا فكره ايه؟ عليا فكره الفلوس، ان انا ادفع حاجه بسيطه رمزيه بس اسافر بره، اللي هو هدفع مثلا تيكت الطيران والاقامه. الاقامه بتبقى حاجه رمزيه مثلا $150، اللي هو ما يعادل 3000 جنيه مصري. الاجانب اللي بيجوا هنا، في ناس بتيجي حاجه تانية. يعني هو احنا عندنا يعني في الجامعه برنامجين. اول برنامج اللي هو انت هتسافر ان انت تتعلم، تاني برنامج ان انت هتسافر سياحه، اللي هو هتكسبلور الكونتري. يعني اكسبلورينج كونتري اللي هو انت هتتعرف على البلد كلها. أوكي. للسياحه بس. أوكي. مش ان انت عايز تنزل تدريب. اوكي. طيب قول لي مجدي، الموضوع دون فادك في ايه او ايه الخبرات اللي انت خدتها؟ انا لما كنت مجبر ان انا اسافر ناس جروب كبير وانا مش عارف اي حاجه،
اول حاجه عملتها خدت الشنطه بتاعتي وسافرت لوحدي. ابتديت اروح الاماكن المختلفه اللي هو مطلوبه ان الناس تسافرها او الاماكن الجميله اللي في مصر. متهيألي انت يعني في اماكن كنت بتروحها طبعا لاول مره واول مره تسمع عنها. هو انا بروح بنزل من العربيه ما اعرفش اي حاجه، بروح ابقى الف على كل الاماكن زي ماركت ريسيرش كده صغير، وبعد كده بروح اكتشف المكان بنفسي اشوف احسن، عشان كل مكان برضو ده قبل ما بتاخد الجروب معاك لازم اروح اتعلم المكان عامل ازاي. في اماكن بتبقى يعني مش اي سايح بيروح بيبقى عارف المكان، في اماكن بتبقى زي اكتر اماكن جميله في كل مكان، لما بتروح اكتر مره بتتعلم المكان ده وبتعرف لما تاخد الناس معاك ان الحته دي لما يروحها دي هتفرق في التور نفسها. اوكي طب هو الطلب بيبقى يعني الناس بتيجي تطلب مثلا منكم ايه الاول؟ هل زياره الاماكن الاثريه ولا هل مثلا اماكن الطبيعه؟ ايه اللي عليها طلب اكتر يعني؟ هو ده بيعتمد اكتر على جنسيه الناس، يعني احنا لو بنتكلم مثلا او وسنهم برضو، يعني انا معظم الناس اللي بتعامل معاها بيبقوا اقل من 30 سنه. اوكي بس شرط ان هم كلهم يكونوا طلبه ولا ممكن يكون حد جاي من بره مش طالب يعني؟ مش يعني هم انا ده كان ايزك ده كان طلاب، بس احنا ده كان من سنتين من دلوقتي. بعد كده في حاجات تانية مشاوير تانية فتحتوا الموضوع اكتر يعني. يعني هو مش ايزك بس، انا بهوست ناس حاجه اسمها كاوت سيرفنج. يعني انا لغايه دلوقتي كان الناس جت بتقعد عندي في البيت ببلاش. اوكي. ولما انا بسافر في اي حته برضو انا بقعد عندهم ببلاش في البيت. ده برضو جزء تاني. في جزء تالت ان احنا يعني زي بارتي بلانرز، احنا برضو مشهورين في منطقه وسط البلد والمناطق السياحيه، فالناس بتيجي علينا بتكلمنا تقول لي انا شفت ان انا اصحابي سافروا معاك. انا شايفه هنا جروب، هنا انتوا طالعين مع بعض كنتوا فين؟ ده كان في الفيوم. كنا عاملين زي احتفاليه عروس السنه. متجمعين عروس السنه اللي فاتت، نيو يير اللي فات. دول الجروب انا اللي هو كنت لابس سمسن كده اللي هو البيجاما الغريبه دي. اللي جنبنا دول كانوا ناس روس، في ورا امريكيه اللي هي حواء اللي هي هتلاقيها سمره شويه. عندنا ناس كتير، كان في ناس من هند. عندنا كل الجنسيات، فلبينو، فلبين، اليونان، ومصريين. طب نقول يعني انا مجدي قال لي ان انتوا بداتوا الموضوع ده من سنتين، حصل فرق في خلال السنتين دول؟ حصل فرق كبير، انه في ناس كتير ساعدتنا. يعني الاول واجهتنا عواقب، ده اللي انا كنت عايزه اسالك عليه. شباب بيعملوا الموضوع موضوع جديد، وخصوصا موضوع الهوستنج، موضوع الاقامه في البيت. اعتقد ان احنا في مصر ما عندناش قوي الحته دي. هل انتوا لما بدا معاكم الموضوع في معوقات قابلتوها مثلا؟ في معوقات اللي هو اول حاجه احنا مثلا كانت بتواجهنا مشاكل، اللي هو مثلا ازاي هنخلص ورق ده، ازاي مثلا في كذا، الناس دي جايه. انتوا بتقوموا بيه تمام؟ لازم نقوم بيه تمام، لان الناس دي جايه على حسنا. فاللي هو دي بلدنا، فاحنا عايزين نخليها احسن بلد في الدنيا قدام العالم كله. طب كلمني كده على الصوره دي. الصوره دي مجدي بقى يعني انا اللي مصورها في سيوه. احكي لي عنها كده يا مجدي. انت دي فطناس، جزيره فطناس، احسن مكان في سيوه نبص على الجروب فيه. اوكي. دي كانت من سنتين. كنت مسافر مع اتراك، ويعني كنا بنروح هناك بنحب نعمل كل مكان بنروح فيه بحب اخد اكتر صور على قد ما اقدر مع الناس دي. تسجل اللحظه. الصورة دي جميلة برضو جدا. يعني من احسن الصور. برضو جزيرة فطناس. فين يا مجدي؟ جزيرة فطناس في سيوة. في سيوة. سبحان الله. هي يعني سيوة احسن غروب نشوفه في حياتنا. دي فين؟ دي سقارة. 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 ده معبد سقارة، المعبد جنائزي. من احسن معابد في العالم وفي مصر ومن اشهرهم كمان. مجدي محمد اسفه، محمد انت تقولي بقى فين الصوره دي؟ دي كانت في سيوه. سيوه برضو انتوا يعني واضح ان يعني سيوه الصحراء البيضاء. انا لا لا دي مش سيوه، دي الصحراء البيضاء. بويتي. فرافره. فرافره واحده يعني. فرافره. هو انا ملاحظه فعلا ان احنا في اماكن كتير احنا كمصريين فعلا فعلا ما نعرفهاش. دي برضو الصحراء البيضاء. الصحراء البيضاء. بس هو هناك، احنا هناك واحات، فهو احنا بنمشي بناخد عربيه السفاري ندخل جوه الصحراء دي الاقصر. ناخد عربيه الصحراء وبياخدنا، بيبقى معانا جايد بياخدنا لاكتر من مكان.
معظم الاماكن دي ما حدش يعرف عنها حاجه. بالظبط وعلى فكره الصحراء البيضاء يعني دلوقتي اصلا مقفوله من يعني دي مشاكل بسيطه بس يعني للاجانب الحكومه بتساعد ان الناس تروح بس شويه للمصريين لسه ما فيش معلومات كتير عن الكلام ده والناس كتير مش بتروحها بس اتمنى الناس تعرفها يعني. قول لي محمد انت كنت بتقول لي ان في معوقات بتقابلكم. المعوقات ان هو الموضوع ان احنا ازاي يعني ما كانش معانا فلوس قوي ان طبعا انت اكيد فاهمه حضرتك لما يكون ضيف يعني نعتبر ان هو حتى مش اجنبي هو مصري ضيف داخلي احسن ما عندي حتى لو هتدفع من جيبك فانا ما كانش عندي حته القدره من التمويل اللي احنا نعرف نمول. ما كنتوش بتلاقوا سبونسرز مثلا يدعموا لكم الرحلات دي؟ يعني في الاول ما لقيناش بعد كده في ناس دعمونا يعني في بعد ما تعرفتوا بعد ما تعرفنا يعني كان في مثلا ناس اصدقاء يعني زي طنط دعاء قادر زي مروه كامل زي يعني اصحابنا يعني اشخاص عاديين مش مؤسسات من الدوله مؤسسات مثلاً. من الدوله يعني كان في هو شخص كان بيساعدنا وبيسبورتنا قوي زي المقدم احمد سامي ده كان مسطحات في النيل وكده كان برضو بيساعدنا بيسبورتنا كان كل فكرتنا ان احنا عندنا مشروع فعلا احنا يعني انا ماشي في فكره مشروع دلوقتي بحاول يعني اخطط له كل حاجه البلان بتاعته اللي هو مثلا عشان انا تخصص اداره مخاطر فانا اللي بحاول اظبط كل مخاطره في الموضوع هتبقى في الرحله فانا بحاول اللي هو فكره مشروع اللي هو انا نفسي اوصل يعني اكون واصل لوزير السياحه بحيث اتكلم معاه في الموضوع ده تقدم الفكره دي بحيث ان هو هيغير مفهوم السياحه كله في العالم. طيب انا شايفه ان انتوا في كليتين مختلفتين خالص تماما وتخصص يعني تخصص تقريبا مقارب عماره ورسم طيب. مخاطر اتجمعتوا مع بعض ازاي؟ لسه طويله قوي نقول بس يعني اختصار ليها يعني انا ومجدي يعني اتعرفنا في دهب في رحله يعني اتقابلنا صدفه اللي هو كنا في مكان بنرقص وبنهيس اتعرفنا على بعض اتكلمنا عرفنا بعض اكتر الكلام ده كان من حوالي 3 سنين بعد كده ابتدينا ننزل في الاول خفيف اللي هو يعني هو بدايه الفكره اللي جات لكم ازاي جات لنا ان مثلا كنا يعني انا ومجدي بعد ما تعرفنا اللي هو دخلنا ايه سافرنا مع بعض كان انا معايا اصحابي وهو مع اصحابه فتعرفنا على بعض فابتدينا نتكلم طب انت ليه تطلع لوحدك مثلا صحابك وانت انا طلع طب ما يلا نبقى مع بعض فاللي هو انا مثلا عندي جروب وهو عنده جروب فاللي هو احنا ليه ما نبقاش مع بعض اكتر اللي هو نطلع جروب كبير بحس مثلا بدل ما نبقى طالعين انا مثلا طلع بست افراد هو طلع بخمس افراد هو طلع بسبع افراد انا طلع باربع افراد ليه ما يبقاش اسمنا جروب كبير بحس ان احنا بنجمع العالم كله مع بعض نخليهم يتعلموا يعني يكتسبوا خبرات الثقافات اللي هو اتفضل اللي هو مثلا يونان اليابان مش عارف كذا كذا فاللي هو نبقى جروب كبير. ما انا لسه كنت هسالك يا مجدي ايه اكتر الجنسيات اللي بتتعامل معاكوا او اللي هي بتحب تيجي مصر؟ اكتر جنسيات يعني كمع مجدي شخصيا برازيليين اوكي بيجوا عايزين اماكن معينه يعني بيطلبوها بالاسم ولا انت اللي بتقترح عليهم؟ هو معظم الناس مش عندها معلومات كتير قوي عن مصر هو كل اللي يعرفوه الاهرامات وبعد كده الاقصر واسوان هو ومعظم الناس اللي بنتعامل معاهم احنا بيبقوا صغيرين فهم مش عارفين قوي مش عارفين حاجه وجايين بيبقوا اللي هو جايين عايزين يتبسطوا فهو بيجي يقول لي بسطني فانا بعمل ايه ببتدي اوري له زي بوكليت كامل للبرنامج بتاع لمصر عامه وهم يبتدوا يختاروا اوري له مثلا احنا عندنا القاهره فيها الاهرامات بس انت ما تعرفش سقاره انت ما تعرفش مثلا حي الزرايب اللي هو مسميها مدينه الزباله اللي هي هل في ممكن حد يبقى حابب يشوف طبعا ناس كتيره قوي بتيجي بكاميرا بيصوروا كمان هناك تصوير لايه يعني معلش النقطه دي بس انا عايزه افهمها منك اكتر هو هناك الزرايب ده هي اعلى معدل ريسايكلينج في العالم بالظبط غير جبل يعني دير سمعان الخراز اللي هناك المكان جميل قوي سبحان الله انا اول مره اسمع يا ريت لو كان في صوره متهيالي ما فيش صور للمنطقه يعني يعني ممكن بعد كده اوكي لا بعد كده نعرف لان انا اول مره اعرف حاجه زي كده انا كواحده عاديه برضو نفس الفكره اللي انت بتقول عليها ان معلوماتي عن مصر كسياحه الاقصر واسوان الاهرام وللاسف احنا عندنا عجز شويه ان احنا نعرف الاماكن الجديده اللي ما رحناهاش قبل كده ايه اشهر مكان او اكتر مكان انت حبيته وهو اول حاجه بتقترحها على اي جروب يجي معاك أول مكان بقترحه هو الصراحة مكانين بس أقرب مكان لقلبي هي دهب
لان دهب يعني هي مدينه السحر والجمال. أوكي. الناس هناك الاجانب كلها بتحب دهب، بتحب تشوف اللي هو احنا على البحر الاحمر، فاحنا دلوقتي شايفين البحر وفي نفس الوقت في اللي هو زي ديزرت حواليها اللي هو صحراء، والقعده هناك اللي هو الناس بتنبسط، الحياه البدويه. أوكي. الثقافات اللي هما بيتعلموها. الفيديو ده هناك؟ لا ده كان في الفيوم، في قرية تونس. قرية تونس. قرية تونس مشهورة بالحرف اليدوية. الحرف اليدوية. فخار ايفلين هي اللي جابت اصلا، يعني في واحدة هي اللي ابتدت القرية كلها اسمها ايفلين. انا سمعت عنها. وهي اللي عاملة المدرسة دي، الناس بتروح هناك تتعلم فيها ازاي يعملوا فخار من الاول خالص. التكلفة بتاعت الرحلات دي بتبقى تكلفة عالية ولا بتبقى تكلفة متوسطة، وهل أي حد يقدر يروحها؟ أنا بالنسبة لي هو الفكرة التكلفة بتكون واطية، بس بتختلف من تكلفة لتكلفة، من مكان على حسب المكان؟ لا يعني هفهم حضرتك، في حاجة اسمها التكلفة، إحنا بالريتش بنحاول نوصل الدنيا كلها للناس كلها. أكيد. فطبعاً في ناس هتبقى عايزة تقعد مثلاً في حاجات 5 ستارز، فاكيد مش هينفع تبقى تكلفتها زي تكلفه حاجه ثانيه. يعني انتوا بتوفروا كله؟ بنوفروا كله، بس احنا فكرتنا في الاغلب بيبقى عايزين هو يعني بالنسبه للسياحه عايزين التكلفه تبقى واطيه مش عاليه، لان احنا مش برضو سياحه، احنا حاجه اسمها باك باك. دول اللي هم الرحاله. عارفه انت بتاخد مش الرحاله، هم ناس بتاخد شنطهم وتلف حوالين العالم، اللي هو انت بتنزلي تقعدي ممكن مثلا يبقى معاكي زي خيمه، الخيمه مثلا بتقعدي مثلا، احنا قعدنا هنا دلوقتي احنا خلاص نصبنا الخيمه بتاعتنا وكده. يعني انا ابتديت الموضوع ده عن حاجه اسمها الكشافه البحريه. أوكي. كنت انا هناك يعني طاقم من مش عارف من الجروب، من جروب جزء من الجروب بتاع الكشافه، فكنا على طول بنسافر كاكوسير كمرسى علم. يعني حتى في مرسى علم كنا برضو عاملين حاجه في المستشفى اللي هناك، المستشفى الحكوميه. فهي دي فكرتنا اللي هو الرحاله، ومجدي برضو هيفهم الموضوع اكتر. انا ممكن افهمكم باك باكر. باك باكر اكتر يعني ايه؟ باك باك يعني شنطه الظهر. ده بيبقى حد بيحاول يسافر باقل فلوس ممكنه علشان واكتر اماكن ممكنه، وكمان هو مش شخص سايح، هو شخص جاي يشوف البلد نفسها، جاي يقعد وسط اهل البلد. دول بيبقى جاي مسافر بشنطه 10 كيلو بيسافر بيها مثلا افريقيا كلها. وفي منهم ناس كتير، يعني انا شفت اكتر من حد بيسافروا اصلا من غير فلوس، الناس مع يعني معاها فلوس الفيزا والطيران، وبيروحوا البلاد بيعرفوا يتاقلموا مع البلد نفسها. يعني بيشتغل في البلد ولا الناس بتستضيفه؟ الناس بتستضيفه، لو لقى فرصه شغل بيشتغل في البلد. ما هو ما بيقعدش في البلد مثلا اسبوع ويمشي، هو بيجي مثلا مصر يقعد شهرين، بعد كده ينزل على السودان يقعد شهر. طب هل يا مجدي هو الفتره اللي بيقعدها في مصر او في اي بلد تانية يعني بيبقى مردودها ايه على البلد نفسها؟ يعني الشباب اللي زيكم اللي بينظموا حاجه زي كده وجالك جروب مثلا قعد معاك شهر مثلا او قعد معاك ايا كان التايم اللي هو بيقعده، لما بيرجع بلده بيتكلم عن ايه؟ يعني هل انت بتتابعه بعد كده ولا خلاص هو لا جيه؟ اكيد لازم نتابعه. يعني لما بيرجع بلده بيتكلم عن ايه؟ معظم الناس اللي بيبقوا باك باكرز هم في الاغلب مش اغنياء، بس الناس دي يعني انا يعني الحمد لله قدرت اقابل ناس مشهوره في بلادها بيجوا هنا مصر عشان يعملوا فيديوهات. هم بيسافروا بأقل تكلفة، بس هو بيعمل فيديو بينتشر طبعا ثمنه ملايين طبعا، دعاية طبعا. ان هو طبعًا لما بيصور الكلام ده، وهو كمان هو مش بيحب يصور الحاجة الفانسي، يعني احنا مش بنصور مباني والحاجات الغالية، ما بينزلوش مول مثلا، ما بيعملوش الكلام ده. هو بينزل وسط اهل البلد يصورهم، يصور حكايتهم، يشوف الناس دي عاملة ازاي. زي مثلا يعني الزرايب اللي قلنا عليها، زي مدينه الموتى والقرافه الكبيره قوي، انا كنت لسه فيها امبارح. احنا عندنا صوره تقريبا ليها بس فاكتر من مكان الناس بتنزل بتصور الحاجه، بتشوف الحاجه الحلوه قوي، المنظر الجميل، وهو لما بيرجع بيبتدي الناس تشوفها. هو ده مشهور، واحد عنده مثلا 5 مليون فولور، بيبقى يوتيوبر انستغرامر يعني انفلونسر عامه، الناس بتشوف الكلام ده تقول طب انا عايز اعمل كده. صح هي اي حاجه فيها حته انسانيه شويه بتشد النظر اكتر ما لو حطيت صوره مثلا لاثر او لمعلم من المعالم السياحيه. طيب قول لي يا محمد،
احنا هنا في مصر الشباب في مصر هل هم داخلين في الموضوع ده؟ يعني مش قصدي كمنظمين، قصدي هل هم بيعملوا الاكتيفيتيز دي مثلا؟ يعني هل عندك في الجروب بتاعك تلاقي مثلا مصريين جايين وعايزين يعملوا يعني يطلعوا معاكم الرحلات دي؟ في ناس كتير بتبقى بتعمل الموضوع ده، وهم فكرتنا احنا عايزين نسبريد الموضوع ده على العالم. يعني ايه نسبريد؟ يعني عايزين نخلي الموضوع ده في مصر كبير قوي، ان الاجانب كلها اللي بتيجي اول حاجه هم بيجوا بالعمله الصعبه، فده بيفيدنا احنا في الاقتصاد البلد. فاللي هو انا مثلا جبت واحد، جبت اتنين، جبت تلاتة، ده بيقول لده بيقول لده، فبيسلموا بعض. واحنا الحمد لله عشان اسمنا حلو الحمد لله، ويعني مش مشهورين قوي في مجال اللي هو، بس بنحاول يعني ادينا بنمشي. فاللي هو في وسط الاجانب الناس حبانا، الناس مثلا انا تعرفت على حضرتك مثلا سافرتي معي سفريه، ممكن بتقولي لاصحابك، بتقولي مثلا ان انت اتبسطتي، ان احنا بنوفر حاجات برضو زياده عن البروجرام دي، بتبقى زي بنديلهم حاجات زياده اللي هو زي هدايا بسيطه. بس يعني بنسيب اثر معاهم، فدي حاجه بتبسطهم جدا. فهي دي بتبقى الفكره اللي احنا ماشيين عليها، عشان عايزين فعلا. يعني انا يعني احنا فكرتنا ان احنا مش يعني مش هدفنا الربح قوي، احنا كل فكرتنا ان احنا عايزين نخلي بلدنا في العالم كله هي مش معروفه، احنا كده كده معروفين في العالم كله، بس نوريهم ان المصريين احسن شعب في العالم، يعني ان احنا فعلا اتربينا على القيم والمبادئ الصحيحه. فاحنا بنحاول نوريهم الموضوع ده. والضيافه يعني اساسي احنا اساسي على الكرم، مش هتقول حاجه خالص في الضيافه. الضيافه معرفين ده عنده استعداد يسيب لك البيت وانت قاعد. دي حقيقه فعلا. مجدي كان بيبيت بره البيت ساعات، ماشي مع الناس في الشارع، الناس بتقول لي تعالوا تعشوا معانا. دي زي امبارح يعني برضو احنا ماشيين في مدينه الموتى، لان الناس اتفضلوا دخلونا البيت بتاعهم. هو البيت بيبقى عباره عن قرافه حضرتك زي ما انت فاهمه، دخلونا جوه واللي هو بيورونا الحاجات، وفي ناس عندهم بيوت برضو يدخلونا اتفضلوا اقعدوا معانا ويشربونا شاي وقهوه. اهل كرم المصريين معروفين طول عمرهم. لا دي معروفه. طيب ايه المخطط بتاعك يعني او بتاعكم انتوا الاثنين؟ يعني انت دلوقتي بتشتغل على سكوب معين، ايه البلان بتاعتك المستقبليه؟ ناوي عايز تعمل ايه؟ هو في ناحيتين يعني، انا كمجدي عامة انا نفسي ان انا ابقى اعمل اويرنس اكتر، او الناس تبقى عارفه اكتر عن يعني ايه باك باكينج في مصر. يعني ايه ان هم يبداوا يسافروا كامبينج. يعني انا بكامب كل اسبوع، بطلع جروبس برضو كامب كل اسبوع، محتاج بس المصريين ما يعرفوش الكلام ده. ايه البلان اللي انت عاملها عشان تعرف المصريين؟ يعني احنا مثلا يعني انتوا شرفتوني طبعا النهارده في الحلقه، فالحلقه دي مثلا هتنزل على اليوتيوب، هتعرف الناس ان في كذا كذا. ايه البلان التانية بتاعتك؟ يعني مخطط ازاي تعمل الموضوع ده؟ هو احنا يعني اوريدي احنا لما بنبتدي نسافر اكتر مع الوقت بنبقى معروفين اكتر. يعني احنا انا وكونان بتجمع ناس اكتر، انا وكونان فمثلا في كوميونيتي بتاعت وسط البلد زمالك او عامه الاجانب اللي بتيجي مصر بيبقوا عارفيننا. اتعرفتوا فين؟ يعني هو انا مثلا قاعد بتكلم مع يوتيوبر قاعد معايا امبارح، بيحكي لي على يوتيوبر روسي تاني بيقول له انا هعرفك على ناس حلوين قوي في القاهره، بعدين فهو بيقول له هم دول. هي السوشيال ميديا، هي قوه السوشيال ميديا دي حقيقه. وانت يا محمد ايه مخططك في الفتره اللي جايه؟ مخططي بالظبط ان احنا عايزين نمشي زي ما قلت لحضرتك على نمط معين. طبعا احنا مش معانا فلوس كتير ان احنا نكسباند الموضوع على السوشيال ميديا وكده. يعني احنا عندنا اللي هم اصحابنا اللي بيجوا، والناس بتسبورتنا بتساعدنا مش شرط حاجات، يعني احنا محدش بيساعدنا حاجه ماديه، بس معنويه، اللي هو ناس مثلا تعمل لنا تسويق على الانترنت على السوشيال ميديا، في ناس بتعمل لنا حاجات كتير. احنا فكرتنا ان احنا عايزين اللي هو يعني لو كان معانا فلوس فاحنا هنبقى ماشيين خلاص، اللي هو عملنا بقى تسويق على السوشيال ميديا، عملنا يعني شركه اوفيشال اللي هو شركه بجد، اللي هو نعرف نسفر الناس ازاي. فاحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا. طبعا مبدئيا كده انا سعيده جدا ان انا استضفتكم، لان انتم بتقدموا فكر جديد للبلد، وشباب زي الفل هدفهم ان هم يعرفوا العالم ببلدنا. وزي ما انت قلت هي غنيه عن التعريف، بس ما فيش مانع ان احنا نعرف اماكن جديده، نخرج من حيز الاقصر واسوان والاهرامات زي ما انتم بتقولوا. اتمنى ان يكون في راعي
يرعى الفكره دي وامثالها. ليه؟ لان هي هتعود عليه، لان واضح من الشباب، من كلام الشباب، ان هم شغالين على السوشيال ميديا بقوه، واليوتيوبرز اللي هم بيتعاملوا معاهم ليهم فولورز كتير، فده اعتقد ان هو هيكون يعني فايده من الجانبين. اي راعي هيدعم بالموضوع دون اكيد هيبقى ليه فايده هو كمان. عموما اشكرك جدا يا مجدي، اشكرك جدا يا محمد، وان شاء الله اشوفكم في وضع افضل من كده واقوى من كده باذن الله، واستضيفكم وانتم شركه كبيره باذن الله. اعزائي المشاهدين، انا رحبت بمجدي ومحمد، واتمنى ان شاء الله ان فكرتهم تلاقي الصدى عندكم. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل للفقره الثانيه مع الضيف البروف سيد شاهين. اشوفكم على خير. ورجعنا لكم تاني وفقرة جديدة من برنامجنا أيامنا الحلوة. الفقرة المرة دي عن الشعر والبشرة وطرق العناية بيهم وإزاي نحافظ عليهم. معانا في الاستوديو النهاردة وشرفنا خبير التجميل والمصفف البروف سيد شاهين. أهلا وسهلا. إزايك؟ الأول قبل ما نبدأ كده اشرح لي البروف دي جات منين؟ ده لقب. لقب؟ يعني جاي من بروفيشنال يعني أو بروفيسير؟ بروفيسير. بروفيسير. ده طبعا استاذي هو اللي لقبني باللقب ده في الاول خالص، وبعد كده طبعا اكيد انت نلت عن جداره. وبعد كده طبعا في شهادات بقى طلعت بالاسم ده باللقب ده، فبقى خلاص الاسم بتاعه. طبعا. اوكي. وبعد كده في مهرجانات بقى الكلام ده كله، كورسات، الاسم خلاص بقى. خلاص اتعرف الاسم. اهلا وسهلا بيك. انا هقول لك يا بروف. اوكي تمام. نبدا الحلقه النهارده مع البروف سعيد. اتفضل. مشاكل البشرة، احنا كلنا صغيرين وكبار وستات ورجالة كلنا بنعاني من البشرة، خصوصا ان الجو بتاعنا هنا في مصر والمية احيانا بتبقى مؤذية للبشرة. كلمني عن البشرة وايه انواع البشرة وازاي اعمل روتين يومي احافظ بيه على بشرتي. روتين يومي عادي اي حد يقدر يعمل. طيب مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن البشرة لازم نعرف انواع البشرة. عندنا بشرة دهنية، والبشره دي لما يعني في الغالب اي مشكله او اي التهابات او اي نوع من انواع الحساسيه بتعمل لها مشكله جامده جدا. وفي نوع من الالتهابات طبعا بساعتها بنشخصها لدكتور. تمام. البشره الجافه، وبعد كده البشره المختلطه. طيب طب سريعا كده ازاي اعرف نوع بشرتي؟ يعني ازاي اقول يعني الانسان الشخص الطبيعي ازاي يحدد نوع بشرته وهي نوع حقيقي؟ هو المتشخص في المجال هو اللي بيحدد، مش حضرتك. يعني في الغالب في ناس بتقدر تحدد مثلا نوع بشرتها ايه، بس برضو ما بتبقاش زي المتشخص لانها بتختلف ما بين بشره والتانية. حتى كمان في التنظيف، في العنايه، حتى في البروتوكول بتاع العلاج برضو بتختلف. طيب. فبالتالي لازم يكون متشخص في الحاله. الشخص حد متخصص هو اللي يعرف الموضوع ده. طيب دلوقتي احنا لو هنتكلم على روتين يومي طبيعي، يعني لسه انا لا هروح عند دكتور ولا هروح صالون تجميل، روتين تمام. يومي اي شخص عادي يقدر يعمله، هعمل ايه؟ طيب الروتين اليومي هيختلف من كل بشره للتانيه. اكيد. تمام. هنتكلم عن البشره الدهنيه. البشره الدهنيه الروتين بتاعها اليومي الطبيعي خالص، ممنوع كريمات، الكريمات الترطيب البسيطه جدا. الماسكات بتاعتها هتتعمل من كل 10 ايام، ما فيش كل سبعة والكلام ده خالص. كل 10 ايام، وماسكات، ويستحسن ماسكات طبيعيه. اوكي تمام. الماسكات في نوعين من الماسك، يعني اللي هو القهوه او العسل، ده ماسك طبيعي جدا ونظيف جدا. ده للبشره الدهنيه؟ لا لاي بشره. لاي فكرة. بشره. ده أوكي. لاي بشره. اوكي تمام. البشره الجافه ده يعني يستحسن، صعبه شويه. لا يستحسن ان هي يكون طبعا مش هنقدر نقول برندات طبعا عشان الهوا كده. بالظبط كده. فيستحسن ان يبقى ايه، في كريم قبل عروض الشمس او قبل ما يتعرض للشمس. قبل ما نخرج قبل ما يتعرض للشمس. بالظبط كده. نرجع تاني للبشره الدهنيه، في نقطه مهمه جدا فاتتني اللي هي لازما بعد خروجك، يعني مثلا انا خرجت ورجعت تاني لازما يكون لازما البشره تنظف. طيب الصابون. لسه كنت هتكلم معاك على الصابون. غسيل طبعا. البشره الطبيعي بقى، يعني الغسيل الطبيعي للبشره سواء حسب اي نوع هي نوعها. الصابون كويس ولا ضار ولا ايه؟ هو في الغالب الصابون عامه مش كويس.
تمام. ده عشان يبقى احنا ايه، في صابون طبعا الطب ده لا ده حاجه تانية خالص. اوكي تمام. لكن الصابون في مجمله اللي احنا بنتكلم عليه عشان طبعا المواد الكيميائيه اللي فيها بتضر بالظبط كده تمام، وبتختلف من الراجل للست اكيد تمام، لان الراجل بشرته عامه اقوى. الست طبعا الميك اب او المكياج والكلام ده كله بيبقى بشرتها ايه منتهيه خالص، حساسه شويه بالظبط كده. طب بتستخدم ايه يا بروف؟ استخدم ايه يعني؟ يعني اللي عايز ينظف بشرته، اللي عايز صحي الصبح وبيغسل وشه عادي، استخدم ايه؟ طيب في البشره الجافه او البشره الدهنيه عادي جدا اللي هي الصابونه، يستحسن صابونه طبيه. صابونه طبيه بالظبط. اوكي الصابونه العاديه لاي بشره سواء المختلطه او الجافه اوريدي ما فيش مشكله فيها، يعني عادي جدا مش هتعمل مشكله زي الايه، زي الدهنيه. بالظبط كده. احنا اتكلمنا على نوعين، نوع عشان بس نوضح للمشاهدين، احنا قلنا ان في بشره دهنيه وفي بشره جافه والثالثه اللي هي المختلطه اللي هي الميكس ما بين الاثنين. والمختلطه دي، المختلطه في حدوث او وقت الصيف عامه بيستحسن برضو ان هي تتعامل معامله البشره الدهنيه. الدهنيه بالظبط بالظبط. طيب اتكلمنا عن عنا البشره، اتكلمنا عن الروتين اليومي اللي هو الصبح انا بصحى بغسل وشي بصابونه طبيه او اي لوشن يكون خفيف تمام، ما يكونش فيه اثار على حسب نوع البشره بتاعتي تمام. على مدار اليوم خرجت رجعت انا لازم نغسل وشنا طبعا علشان لو خصوصا البشره الدهنيه قبل النوم. طيب قبل النوم بالنسبه احنا لسه بنتكلم في روتين اليوم العادي. طب تمام لسه ما دخلناش في حاجه يعني. ماشي. النوم بالنسبه لاي شخص عامه يعني للراجل عامه عادي جدا بالنسبه له، يعني الشاور بتاعه ده يكفي. اما بالنسبه للستات اهم حاجه الميك اب، يعني في يعني في ستات كتير جدا بتنام بالميك اب ده غلط، وبالذات طبعا البراندات بتفرق فيها، لان في براندات نسبه الكواليتي فيها مش كويس، بتسد مسام البشره بالظبط، ده بتعمل مشاكل كتيره بعد كده. بعد كده بيحصل تلف في البشره وبيحصل مشاكل كتيره جدا في البشره، نقول جت منين، ايه اللي حصل، ايه الكلام ده كله. ازاي اشيل الميك اب بتاعي بطريقه امنه؟ يعني اغسل وشي بالصابونه ولا مثلا تمام، ولا في كريمات مثلا اقدر استخدمها، منظفات ولا منظفات ولا حاجه طبيعيه مثلا؟ طيب اولا كده برضو هنرجع برضو لانواع البشره لانها برضو هتختلف طبعا تمام. لو بشره الدهنيه هتتعامل معاها بمنظفات تمام كده. الاول خالص هنشيل الميك اب تمام، هنعمل سن التنظيف للبشره بمنظفات معينه طبعا، في اللي هي مكتوب عليها ازاله المكياج بالظبط كده تمام. بعد كده ميه دافيه مش سخنه ولا ساقعه، ميه فاتره ساقعه بس كده. وبعدها بحط كريم مثلا قبل كده ما انام مثلا؟ لا 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 ده للبشره الدهنيه لا، لكن البشره المختلطه. البشره المختلطه في الصيف تتعامل معامله ايه قلنا؟ الدهنيه. الدهنيه في الجافه لا، بيبقى يستحسن نسبه ترطيب بسيطه. ده قبل النوم. ده قبل النوم. طيب ده الروتين اليومي بتاع البشره بتاعتنا. لو هتكلم على حاجه متخصصه في صالون تجميل تمام، انت سيد اكتر الناس اللي بتجي لك لو هم حابه تعمل مثلا ماسكات، لو حابه تعمل تنظيف بشره، ايه الخطوات اللي هي بتعملها علشان توصل لكده، يعني عشان توصل يعني تعالج بشرتها او تبقى البشره بتاعتها بشره جميله يعني تمام في الصالون؟ بتكلم على في الصالون. اولا احنا قبل ما بنتعامل مع البشره لو فيها مشاكل ما بنقدرش نتعامل معاها غير بعد ما الحاله او المشكله اللي في البشره أصدق. بالظبط كده تخف. بعد كده احنا بقى مشاكل زي ايه يا سيد؟ التهابات. احنا ممكن يعني الالتهابات في حد معين البشره بتوصل له في الالتهابات احنا ما نقدرش نتعامل معاه، لازم الدكتور تمام. طب في فيديوهات نقدر نعرضها نتفرج عليها على بال ما يجي الفيديو؟ اتفضل. تمام. فاحنا لحد ما بنعرف لو الحاله تمام اوريدي ما فيش مشكله فيها بنتعامل معاه. طيب لو حاله يعني اكتر المشاكل الالتهابات دي اللي هي حب الشباب، مش بس كده كمان يعني لا حب الشباب ده ما يعتبرش مشاكل من ضمن المشاكل. ده تنظيف ده سيد؟ تنظيف بشره. اوكي تمام كده. ده خد تقريبا 7 مراحل التنظيف اللي هو 7 مراحل كلهم. اوكي اللي هم يعتبر بتاع تنظيف البشره. ايه بقى المراحل دي وهل بتختلف من راجل لست؟ ومن بشره لبشره. من بشره لبشره بالظبط كده تمام. أوكي. احنا بنتكلم في التوتال كلهم هم كام، لكن مش كلهم بيمشي معاهم من 7 مراحل. اوكي تمام كده. طيب البشره المرحله دي المرحله كام؟ طيب لا ده دي بشره مختلطه. أوكي. ديت هتتعمل بالظبط 3 جلسات تمام كده، وهتمشي برده 3 مراحل في التنظيف. يعني هو الشخص بيجي لك بيعملها على 3 مرات؟ يعني بيجي لك مره وبعدين فتره وبعدين مره ثانيه برده حسب البشره ولا في نفس الوقت؟ لا 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 حسب البشره. في بشره انا اوريدي على طول بتاخد وقت، ما بتاخدش وقت مره واحده. وفي بشره ما اقدرش اتعامل معاها غير ايه
ستيب اند ستيب واحده واحده بالظبط كده. اه وفيها مشاكل بيبقى فيها تلف بيبقى فيها بغض النظر عن الرؤوس السوداء والهالات السمراء والكلام ده كله، لا في مشاكل تانية كتير جدا. فلازم قبل عمليه التنظيف دي لازم نحدد البشره دي هتتعامل معانا الاول كام كورس. انت اللي بتحدده درجة حرارة. اه انت اللي بتحدده بالزبط. في الصالون بتاعك. اوكي بالظبط. ونقدر على فكره لو يعني مثلا ايه برضو نصيحه ان شاء الله للناس اللي بيسمعونا دلوقتي، يقدروا يعملوا حمام تنظيف بشره للبشره في البيت بمنتهى البساطه. يتعمل ازاي بالظبط؟ طب نشرح الاول ولا بعد كده؟ تمام. لا اتفضل. تمام. طيب ديت البشره دي بشره مختلطه مش تمام كده، ده اثار شمس وشغل وارهاق يعني. فالبشره هنا خدت معايا 3 جلسات وتعمل معاها 3 مراحل في التنظيف. طيب البشره فيها ايه بقى؟ تلف، فيها رؤوس سوداء، وفيها كميه دهون طبعا زي ما حضرتك لو عملوا زوم شويه. طب يبقى نتيجه من ايه؟ جاي من ايه يعني المشاكل اللي هي حاصله دي كلها جايه من ايه؟ اللي هي ايه بقى المشاكل اللي هي الرؤوس السوداء والتلف بتاع البشره؟ طيب تمام، سؤال حلو. البشره الدهنيه اول حاجه لما بنعمل تنظيف بشره، احنا بنعمل تنظيف بشره ماكسيمال كام؟ 3 شهور. 3 مرات 3 شهور. 3 شهور كل 3 شهور قصدك؟ كل 3 شهور. اه اوكي تمام. اوكي. طيب في بشره زي الدهنيه الشديده جدا بقى اللي هي تمام، دي كل شهرين. هي دي اصعب انواع البشره. دي كل شهرين بس ما بناخدش معاهم ايه غير مرحلتين تمام، وبتتعمل برضو على اجزاء. طيب اولا اكل اللب الناس اللي بتسمعني طبعا في ناس مدمنه لب. حد قال لك عني حاجه؟ عشان الاملاح. طيب اكل اللب بيعمل مشكله وبيسبب مشاكل جامده للبشره الدهنيه، مش كل بشره الدهنيه. ويستحسن لما يكون حضرتك او حضرتك عامله تنظيف بشره طبعا ابعد عن اللب، ابعد عن الاكل عشان الزيوت اللي فيه بالظبط. تمام. واللب عامه يعني يعني بيبهدل الدنيا يعني. احنا مثلا ببقى عامل مرحله تنظيف بشره الاقي الدنيا اقول له ممنوع كذا وممنوع كذا، لا بيمشي عكس. فالبشره تزيد وتبوظ خالص. طبعا بعد كده البشره بيحصل فيها احنا ممكن نعمل خروم وحاجات زي كده. يعني نقول الاكل عامه طريقه الاكل غلط او بعض انواع الاكل الغلط هي اللي بتضر البشره. بالظبط. انا مش طبعا مش مستحيل هتقول لواحد استوب كل ما تشتهي مثلا، لا كل اللي انت عايزه بس في نطاق المعقول يعني ما تضرش نفسك. لكن البشره الدهنيه الجلسات في حاجات ممنوعه مش كده؟ يعني البشره الدهنيه لا خلاص، لو انت بشرتك بايظه ودهنيه ممنوع، في حاجات ممنوعه تمام. هي في حاجات ممنوعه بس هو لو كلها حتى بسيط اوريدي مش هتبهدل الدنيا، مش ما فيش مشكله. اوكي يبقى احنا كده اتكلمنا على اهم مشاكل يعني اهم الحاجات اللي بتسبب مشاكل البشره، طريقه الاكل الخطا او بعض انواع الاكلات اللي بتضر البشره. ايه تاني؟ الاكل اللي فيه دهون بقى. الاكل عامه لا الدهون. اوكي الدهون تمام، والاكل طبعا اللي فيه زيوت طبعا ده كارثه سودا. طيب انا بتكلم البشره دي بعدها المشكله بقى في ايه؟ ان الالتهاب الحبوب ديت او الدهون دي تحول بعد كده التهابات. الرؤوس السوداء تعمل مشكله جامده بالظبط. بعد كده طبعا بتعمل تجاعيد في البشره. اللي هو بقى ايه مرحله السن المتقدم. بعد كده بنبتدي نلجا للديرما رويال او التحقين الجلسات بقى. بالظبط البلازما. تمام كده. طيب الحاجات دي كلها احنا بنتلاشاها، احنا مفيش احنا بالنسبه لنا ليه نوصل لمرحله زي دي. طيب يبقى برضو عشان المشاهدين بتاعنا يكونوا معانا ما يضيعوش مننا، يبقى احنا بنتكلم ان من اقوى او من اول مشاكل تعب البشره او الضرر اللي بيحصل للبشره طبيعه الاكل، بعض المواد الخطا غير الاكل. ايه تاني بلس بقى؟ العادات او العادات اليوميه الخطا. بمعنى انا ممكن احط ماسك ادمر نفسي. اوكي يا جدعان الماسك ما بيتحطش يعني مش على طول، ما ينفعش تحط ماسك. كل قد ايه مثلا؟ كل قد ايه؟ طيب قلنا البشره الدهنيه او الشديده تمام كل 10 ايام 15 يوم. اوكي تمام. البشره المختلطه 8 ايام، البشره الجافه 7 ايام. 7 ايام اقل يعني. لان البشره والبشره بالظبط كده. والبشره المفترض ان انا بعد ما بحط تنظيف او بالذات البشره الجافه عشان ما يحصلش تشققات والكلام ده كله بحط سن الترطيب. تمام كده. وبرضه مش اي ترطيب، المشكله في البرندات المضروبه او الشغل المضروب، تيجي تحط
اي حاجه استرخص حط اي حاجه بتعمل مشكله جامده قوي. ما هي برده بص يا بروف برده المنتجات اللي هي احنا مش هنذكر منتجات بس بعض المنتجات برده بيبقى اسعارها مبالغ فيها قوي مش في مقدور بعض الناس فايه الحاجات البديله من الطبيعه من المطبخ طيب. عندي من البيت عندي تمام جدا الزبادي يعني اساتذتي و الزبادي لاي بشره ولا المختلطه والجافه؟ لاي بشره لاي بشره لاي بشره معقول تمام اه بس الدهنيه ما بيتسابش زياده عن دقيقتين دقيقتين اوكي تمام هي ليه دقيقتين انت بتاخد بس نسبه الكالسيوم اللي انت هتفيد بشك بيها اللي هي تتشربها البشره وخلاص زائد ان احنا ممكن بمنتهى البساطه خالص احنا الفيتامين اي كبسول فيتامين اي ده اللي بيتجاب من الصيدليات عادي فيتامين اوكي بالظبط كده فيتامين اي 400 تمام وبرده في بشرات بتاخد 600 عشان برده ما يبقاش كله البشرة. بالظبط كده بتختلف من بشره للتانيه برده ده لو اتحط على عسل بيعمل افاده كويسه جدا ولو اتحط لوحده قبل النوم ده تحفه فيتامين اي الفيتامين اي طيب بروف احنا معانا صور قبل وبعد بالزبط. احنا بنتكلم هنا على البشره زي ما الناس شايفه كده اوكي دي هي الصوره بس يا رب تكون واضحه للمشاهدين هي حبوب صح لا ده حبوب ودهون وحاجات كتيره ضايع البشره طيب عملت ايه بقى ايه الخطوات اللي انت عملتها عشان نشوف طيب. الصوره بعد تمام احنا اولا حاجه لازم نتعرض على نسبه بخار على جهاز البخار طبعا البشره برده بتختلف من بشره للتانيه ماكسيمم هنتكلم اشد فتره طبعا اللي هم الست دقائق هو دي البشره اللي هي احنا ايه؟ انا هنا عشان اعمل خطوات مثلا ماسك ولا عشان يعني تنظيف البشره الاول خالص ننظف البشره الاول ننظف البشره الاول قبل ما نتكلم على النتيجه دي او أوكي. الكلام ده أوكي. تمام ولا بتتكلمي في الاجمالي لا خلينا نتكلم على الصوره طيب دي تمام. اوكي ده تنظيف البشره الاول ننظف البشره الاول خالص تمام تراب اي شوايب اي اتربه الحاجات دي كلها بعد كده بنخش على جهاز بخار درجه حراره معينه طبعا بتختلف لكل بشره ده في الصالون تمام. ولو في البيت يبقى مثلا في البيت بقى لو بشره دهنيه يستحسن ان البخار ما يكونش شديد اوكي درجه الحراره بتاعته ما تكونش عاليه او ما وجهش وشي تمام ايه المقصود اصلا بالبخار يعني احنا ليه بنعمل بخار نفتح المسام بالظبط كده تمام احنا بمجرد ما فتحنا المسام احنا بنقدر نتعامل مع ايه البشره تمام بالظبط وبعد كده طبعا زي ما حضرتك جبته في الفيديو من شويه اللي هو الدبوس وفي بدائل ثانيه ليه بس طبعا احنا بنتكلم على اكثر عمقا في التنظيف يعني تمام او التخصص الصح وبعديها طبعا بيتحط بقى ماسكات معينه كريمات بعد كده معينه طيب. في المراحل دي بس برده كل ده بيعدي على بخار مين الاصعب في الاخر بقى طبعا اهم حاجه يا جدعان البشره بعد ما نعمل كل ده عملنا مرحله عملنا التنظيف في البيت خلاص نغسل وشنا بميه ساقعه بعد ده كله طيب بالنسبه للستات انا عملت تنظيف بشره النهارده هل بعد كده يعني استنى قد ايه عشان ابدا احط ميك اب او انزل في الشمس او اعمل الحاجات دي امارس حياتي مثلا يعني بعدها مثلا يعني 12 ساعه مثلا اوكي يعني 12 ساعه 12 عشان ساعة. اقدر ده انما الصح بقى اللي هو يعني لو انت بقى عايزه تتجنبي كل ده احنا بنتكلم 12 ساعه يستحسن 24 ساعة يبقى يعني يبقى انت كده تمام بعد ما بتنظفي بشرتك في البيت بالزبط. او بتروحي صالون تجميل عشان تنظفي بشرتك بتقعدي 24 ساعة مفيش ميك اب مفيش نزول او تعرض للشمس ومفيش برضو حاجة اسمها ان البشرة خلاص انا قفلت المسام بمية ساعة اللي مسحت المعروف عليه ان انا بعد ما الفوطة اللي هي الساعة والمية الساعة والمش عارف اخدت شاور مفيش الكلام ده يا جدعان مفيش الكلام ده خالص طيب بروف سيد انا عارفه برضو ان انت متخصص في الشعر تمام ومعانا هنا فيديوهات وصور للشعر تمام. كنا اتكلمنا على موضوع الشعر والتعامل معاه برضو بطريقه يوميه يعني ازاي ان انا اتعامل مع شعري الروتين اليومي للعنايه بشعري بطريقه بسيطه كلمني بقى عن النقطه دي طيب الشعر بالنسبه هل هو برضو بيختلف يعني هل هو زي البشره في شعرايه جافه شعرايه مثلا دهنيه بالظبط نفس برضو التركيب هي كلها تركيبه واحد ويعني مثلا الشعرايه وحسب طول الشعرايه وحسب كمان على فكره بيخش هنا في سوري هنا في صوره هنا قبل وبعد تمام هنا هي شعرها كيرلي انت فردته كده طب هنا بروتين ولا يعني اشرح لي انت عملت ايه هنا ده بروتين ده شعر طبعا كيرلي زي ما حضرتك شايفه وبرضو في حاله ثانيه بعدها على طول الشعر ده يستحسن يا جماعه ان احنا قبل ما بنفرده بيتفضى لازم نفضي الشعرايه شويه يعني ايه فضي نفرغه يعني مثلا الشعرايه كثيفه جدا شعر نحاول نحاول نخلي يعني
الشعرايه خفيفه سنه بحيث إيه المقصود إيه المقصود ازاي يعني بتعمل ايه مثلا بتقص الشعر شويه ولا لا بنقص الفلاش في فلاش وفي فلاش اب في تمام يعني اي حد يا جماعه خلي بالكم قوي من الكلام اللي بيتقال ده كلام مهم لان بعض الصالونات بتعمل حاجات ممكن تضر الشعر فبروف سيد هنا بيقول ان احنا لو انت شعرك كيرلي وعايزه تستخدمي البروتين لازم بنفضي الشعر لو الشعرايه كيرلي تمام لازم نفضي الشعرايه كويس شويه كويس طبعا غسيل الشعر اهم حاجه في الفرد غسيل الشعر الخصله عامه لازم تتغسل كويس جدا قبل ما تتعامل معاها طيب يعني بعد اذنك يا بروف احنا معانا اتصال من استاذ حسين اهلا وسهلا واضح ان الحلقه احنا كنا محتاجين 3 4 حلقات ورا بعض عشان مشاكل بتاعه البشره والشعر كتير استاذ حسين اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك اهلا بيك يا استاذه هميمه حضرتك ايه الحمد لله تمام معانا بروف سيد البروف برحب بيكم بس الاول كده كنت عاوز اساله بس على حاجه القشره عندي فعلا عندي مشكله مع القشره معاك مشكله في ايه معلش مع القشره قشره في الشعر اوكي طيب. عايز حلها اوكي ميرسي يا استاذ حسين لاتصالك بروف سيد مشاكل القشره دي مع الكل اهي برضو البشره الدهنيه برضو من ضمن مشاكلها القشره نعم تمام من البشره الدهنيه من ضمن مشاكلها القشره والفرد على فكره الغلط برضو اللي يعمل قشره ده غير السقوط والتقصيف والكلام ده كله بعد كده المراحل اللي انت بتعدي بيها طيب القشره لو شعرايه احنا هنتكلم في موضوع ايه في متناول وفي ادويه القشره صراحه مشاكل كل عند طيب سيدات ورجال يعني طيب تمام قوي طيب هنتكلم بالبلدي تمام كده بعيد بقى عن اي ايه بالظبط كده نتكلم في اي حاجه نقدر نعملها في البيت تمام احنا الخل بميه دافيه الشعرايه بتنظف الشعرايه خالص ما يكونش فيها كريمات زيوت اي حاجه تنظف الشعرايه كويس يعني نسبه خل بسيط بس يعني على القشره وهو بياخد الشعر بتاعه بيحط كميه خل على بالزبط. الميه ويشطف بيها لا 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 تمام احنا بننشف الشعرايه كويس خلاص كده نشفناها كويس بنحط الخل بالظبط كده خلاص يعني بعد كده بيسرح باصغر مشط عنده في جميع الاتجاهات بالشعر بعد كده ميه دافيه وشامبو للقشره طيب بص يا بروف مشكلة القشرة دي طبعا زي ما احنا عارفين ان هي مشكلة قوية جدا عند الناس كلها أكيد أوكي؟ أكيد وليها اسبابها وليها اسباب طبية وليها اسباب من سوء برضو سوء استعمال مع شعرنا زي برضو ما البشرة بيبقى فيها مشاكل نتيجة سوء استعمال مع البشرة احنا للأسف احنا وقت حلقتنا خلص بس ان شاء الله هتكون معانا في حلقات تانية كتير لان الموضوع ده بيخص ناس كتير وزي ما قلت لك هو ما بيخصش لا الرجالة بس ولا الستات بس حاسة حتى الاطفال احيانا بيبقى فيه البشرة قشرتهم عندها مشاكل شعرهم فيه قشر في مشكلة كمان كبيرة جدا قبل ما حضرتك خلصي في مشكلة كبيرة جدا يا جدعان مش اي شعر بيقع يعني بيسقط لان الكلمه دي خطيره بس ما هي سقوط الشعر بص هو سقوط الشعر ليه اسباب طبيه وليه اسباب برضو نفس الفكره ونفسيه ومهنيه كمان بالظبط كده الاسلوب الامثل للتعامل مع مشاكل الجلد عامه يعني بروف سيد انا سعدت النهارده جدا بان انت شرفتيني النهارده ان شاء الله وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه اعزائي المشاهدين ارجو ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم باذن الله وعلى وعد للقاء ثاني في حلقات ثانيه نجيب فيها حاجات تفيدكم وتستفيدوا بيها أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية من برنامج أيامنا الحلو